يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. اكيد فهمتم من خلال الفيديو اللي شفناه من لحظات فاتت طبيعه الضيف اللي هيكون منورنا للاستوديو النهارده. دايما العلاقه بين الرياضي وبين كره القدم او الكره اللي بيلعب بيها اقرب لعلاقه الصديق بصديقه. النهارده الضيف اللي منورنا في الاستوديو علاقته بالكوره علاقه استثنائيه. بالصلاه على النبي، لا سحر ولا شعوذه ممكن ينطق لحضراتكم الكوره على شحمه ودنه عادي جدا. ارنبه المناخير مفيش مشكله اظن عندك فيه. منور الدنيا باسم عجيبه، لاعب الفري ستايل. اهلا بيك ومنورنا. اهلا جدا بحضرتك. انا الحمد لله. صباح الخير يا باسم. صباح النور. صباح النور ومنورنا. وخلينا نفهم الاول في يعني في بدايه كده يعني ايه فري ستايل، عشان ممكن الناس تبقى دلوقتي مش فاهمه. الفري ستايل فوتبول هو استعراض بالكوره، تمام؟ بيتكون من ثلاث حاجات. اولا بس هي مالهاش علاقه خالص بكره القدم، دي رياضه ثانيه خالص. بيتكون من الابر اللي هو اللعب على الدماغ، واللورز اللي هو حركات وانت واقف، وفي السيت داون حركات وانت قاعد. انت محضر لنا هو حاجه؟ لا لا اكيد. اكيد. بس انا عايز اسالك على يعني الفكره من حيث المبدا، يعني انت ليه ما اخترتش ان انت تكون لعيب كره قدم بالمواصفات التقليديه الكلاسيكيه؟ اشمعنى حبيت تتخصص؟ لا هي الفكره كلها اكتريت طبعا فري ستايلر بيبقوا كان لعيب كره قدم، بس انا من الناس اللي حصل لي اصابه في رجلي، كنت بلعب في طلائع الجيش محمد الكاس. أوكي. فمن كتر حبي في الكوره اتجهت لحاجه اسمها فري ستايل فوتبول، وحسيت ان انا هقدر كمان احقق فيها نجاح اكتر، غير كده كمان اللي انا حسيت فيها هكون مميز اكتر كمان. طب فهمنا بقى، هي فيها مسابقات يعني فيها تدريب يعني ازاي؟ هي فيها تدريب وفيها مسابقات طبعا، بس هنا للاسف هنا المسابقات بتبقى تبع شركه دعايه، تمام؟ لكن بره في بطوله اسمها بطوله وافا، وفي بطوله عالميه اسمها بطوله سوبر بول. الاتحاد بيبقى عباره عن ثلاث حكام، حكم بيركز مع الستايل بتاعك وانت بتعمل في الباتل وانت بتلعب مبتسم مش متوتر الكلام ده، وفي حد تاني بيركز مع الكنترول بتاعك الكره وقعت منك كام مره، وفي ثالث حكم بيركز اللي هو على الابتكار اللي انت ابتكرت حركه ما حدش عملها قبل كده. لكن انتوا في مصر في كام لاعب فري ستايل؟ في دلوقتي 11. وفي تواصل ما بينكم؟ بنعمل في جروب على الفيس اسمه ايجيبشن فري ستايل فوتبول، ده كل فتره عددنا بيزيد وبننزل نعمل ميتنج، وبيبقى زي ما قلت لحضرتك البطولات بتبقى تبع شركه دعايه. طب باسم خلينا نعرف عنك انت اكتر، يعني انت في جامعه لسه ولا اتخرجت؟ انا في سنه رابعه نظم معلومات. اوكي. وابتدى الموضوع معاك من امتى؟ حسيت ان انت حابب الرياضه دي؟ أنا من ثلاث سنين بالظبط ابتديت، بس انا ما كنتش في خيالي ان انا هعمل حفلات وانترفيو والكلام ده كله واعلانات. بداتها خالص في الاول اللي هو انا خلاص انا حابب الكوره وابتدي اصور فيديو انزله. اول فيديو يا دوبك ما كانش حقق فيو عالي عشان لسه مستواي على قد. ثاني فيديو كان حقق 2 مليون على الميديا. من ساعتها هنا بقى ابتدت الناس تشجعني، وابتديت اعمل سيرش على اليوتيوب عن يعني ايه فري ستايل فوتبول، وعرفت يعني ايه فري ستايل فوتبول بروفيشنال، وابتديت اتعلم اكتر واكتر واكتر لحد ما وصلت للمستوى ده. حلو جدا. طيب فكره الفري ستايل هل بتعتمد المهارات الخاصه بيها بطبيعه الحال على المهارات اللي المفروض تكون موجوده عند اي لاعب في الملعب، ولا دي بيبقى لها تكنيك لوحدها؟ وحتى الحركات نفسها بتقعد تتمرن عليها قد ايه؟ لا دي بتبقى ليها بيزك معين بتتعلم عليه وبتتمرن عليه. يعني انا من ضمن الحركات اللي انا اتمرنتها قعدت حوالي 11 شهر تمرين على حاجه اسمها هاند ستاند، الوقوف على الايد. اوكي. الوقوف على الايد وموقف الكره سول، فدي قعدت فيها 11 شهر تمرين، تمام؟ وفي حركات كتيره برضو كل حاجه، بس على حسب بتفرق من شخص لشخص. يعني انا واحد من الناس بتمرن كل يومين ثلاث ساعات، ممكن واحد يتمرن يوم واحد في الاسبوع، فعلى حسب كل ما تتمرن اكتر كل ما مستواك يبقى احسن. هل ممكن بنات يعني تدخل الرياضه دي الفري ستايل؟ اكيد طبعا. بس عجبها الموضوع يا استاذ. لا لا عجبها. هو من اكتر الناس السنه المشهورين فري ستايلر في مصر ميلدي وايرلاند ومارتن، الناس دي كلها مشهوره في فري ستايل. ميلدي دي بنت وجت هنا برضو كانت شركه دعايه جابت لنا هنا قبل كده، ودي محترف قوي فري ستايل وعندها ناس كتير بتشجعه، واي بنت كمان تقدر تلعبها. وكان في هنا بنات برضو في مصر، كانت ياسمين تقريبا ورضوى كانوا بيلعبوا برضو فري ستايل، فعادي جدا لعبه زي اي لعبه. كل فتره والتانيه نسمع ان في حد بيتحدى حد في شيء من الاشياء. انتوا في دنيا الفري ستايل ساعات برضه بتعملوا تحديات ما بينكم وما بين بعض. ولو اخترت حد معين تتحداه سواء في مصر او حد عالمي تختار مين؟ انا لو اختار مثلا ان انا اتحدى مثلا في مصر يوروك، ده عشان من الناس السنه القديمه قوي اللي كانت بدات اللعبه هنا، تمام؟ ولو بره مصر هتحدى ايرلند، تمام؟ لان انا اساسا واخده كمان قدوه ليا، فدي حاجه كبيره. بس فهي الفكره كلها بيبقى في تحديات طبعا دايما اللي هو في الباتل، وبيبقى بيتكون من ثلاثه راوند، وكل راوند بيبقى زي ما قلت لحضرتك في الاول الحكام هي اللي بتقدر تقول مين الاحسن في الاخر. طب باسم فهمني اكتر، يعني مثلا الرياضه دي هل ليها مستقبل برضه؟ لان ممكن الناس تبقى مش فاهمه، هي مجرد يعني حاجه انت بتحبها فبتعملها، اتشهرت من خلال السوشيال ميديا اند ذاتس ات وكده القصه خلاص، ولا في هي حته اللي هي في اي مجال في مصر دلوقتي ليه مستقبل او ملوش؟ انت الحته دي كلها معتمده على التسويق بتاعك، اللي انت تقدر تسوق لنفسك صح في اي مجال. انت لو بتسوق لنفسك صح في المجال اللي انت بتحبه هتقدر تبقى ليها مستقبل وشغلك وكل حاجه. يعني لما
يعني تقصد ايه كلمه تسوق لنفسك؟ التسويق ده المفروض ينتج عنه شغل ما او عروض ما بالظبط. بيبقى لكم عروض معينه، بيبقى لكم زي ايفنتس خاصه بيكم؟ لينا ايفنتات ولينا الشركات براندات كبيره بتيجي احنا بنعمل لها اعلانات على المنتجات بتاعتها، سواء مثلا نادي كبير، نوادي كبيره بتطلب مننا مثلا ان احنا نصور فيديو لوجو المنتج ورانا، كل ده بيبقى حاجه تانية. غير مثلا الحفلات، يعني حضرتك لو كنت شفت في الاول في اول الفيديو في اول الحلقه كنت هتلاقي ان في حفلات كتيره جدا بنعملها هنا في مصر. اوكي. طب الحفلات دي بتبقى على السوشيال ميديا، يعني زي ما كريم قال برضه ان دي نقطه مهمه على فكره، ان انت هيبقى فيه انتشار في مصر مش بس من الناس اللي هي بتحب او بتمارس، لا الناس اللي هي عايزه تكتشف اكتر عن الرياضه. بالظبط، ما هي الناس دي لو ما كانتش شافت الرياضه بتاعتي من الاول خالص على السوشيال ميديا ما كانش كل ده حاضر في الحفلات. يعني في ناس بنسوق لنفسنا عشان تقدر اللعبه كمان، احنا كمان شغالين اللعبه تنتشر في مصر بشكل كبير. وبتهيألي ملهاش سن معين نقدر نقول ان انت ممكن تعتزل بعدين، لان العمليه هتضيق ولا ايه؟ بالظبط، يعني اي حد عايز يلعب جري مقارنه يعني. لا لا، بس هي داخل فيها بعض الحركات الجمباز لو خدت بالك بس في الاول. اوكي. طب احنا عايزين نتفرج على فكره، احنا ممكن امتى نتفرج؟ صحيح. طيب ماشي يلا بينا. واو. كنت باستهلالة؟ دي البداية بس، خلي بالك. فتح كلام. دي البداية. ده فتح كلام. الله الله الله. لا بس دي نهواند بتعرف تعملها. دي سهلة. ودي كمان تقدر تعملها. الله عليك يا باسم، الله عليك. يعني ما كنت بقول لا سحر ولا شعوذه ما كنتش ببالغ اهو يا حضرتك. اللهم صل على كامل النور. اوبا، الله 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 الله. كريم. اوه لا 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 لا. طب باسم ممكن نسالك اسئله كده وانت من الوضع الرقيق ده، من الوضع الرقيق ده عندك اجابات يا فندم؟ ده شغل عالي، ده كمان اتفضلي حضرتك. لا 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 لا، واوضاع وحركات وشغل. اللهم صل على النبي. اتفضلي اسالي السؤال. اتسال سؤال وانت كده. اوكي. نسبه الخطا قد ايه ممكن تكون؟ على حسب، ممكن مثلا 4%. 4%. طب يا رب ما تبقاش هنا عشان ايه وشنا يبقى حلو عليك برضه. ما شاء الله ما شاء الله. لا بجد. لا برافو برافو يا باسم، شغل رائع، برافو يا باسم بجد. الله الله الله، ما تقوم تجرب يا كريم حاجه ورينا كده، خليه يجرب. يا رب مش فاكر. مفيش حاجه. ايه يا عم الحاج اللي بيحصل ده؟ انت شفت اللي باسم بيعمله؟ كلها في كده يا استاذ. ده الواحد يخاف يلعب معاك حتى في تقسيمه، هيبقى شكله وحش. والله لا بجد، بسم الله ما شاء الله، ايه التحكم ده؟ برضو الحكايه محتاجه يعني تنسيق كده، ولا بيسموه ايه اللي هو التناسق العضلي العصبي. دي حقيقة. صح كده؟ دي حقيقة، ومحتاجة كمان ثقة جدا، لأنك أنت لما تطلعه قدام جمهور بتبقى محتاج ثقة إن أنت ما يحصلش منك أي دروب. بس هل الاستمرار في التمرين يقدر يوصل الواحد للي إحنا شفناك بتعمله دلوقتي؟ ولا لازم موهبة مع التمرين؟ لا لا، هي مع التمرين، استمرار التمرين، بس الموهبة برضه مبنية على اللي هو اللي يبقى عندك صبر، يعني أنت لو عندك موهبة وحابب الحاجة دي مهما كانت الحركة صعبة أنت هتتعلمها، لأنك أنت عندك صبر وحابب المجال ده. لا بس يعني معلش برضه، يعني تمرين قد إيه؟ يعني مثلا حد زي كريم. تمام. لا لا، اديني 6 سنين واتفرجي. 6 سنين يا استاذ. طب بصي، احنا نعمل تحدي مع كريم. طب بجد؟ يلا استاذ كريم. ثواني، التحدي سهل جدا، كل اللي عليك اللي انت هتثبت ايدك وانت ماسك القلم بس. اعمل ايه؟ هتثبت ايدك، يعني انا هديك القلم والكره بتلف عليها، هتثبت ايدك بس. هقوم جرب بجد. تمام ماشي، دي مقدور عليها لو الكلام على كده. يلا يا كريم لازم تكسب التحدي. لو ما عرفش انا هجرب. بص، هتثبت ايدك، هتحس بالكره طبعا بس هي مش هتقع. ثبت ايدك جامد؟ جامد. حسب تجيب في وشنا. لا سحر ولا شعوذه، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شغل عادي. لازم تردي عليه بالتحدي على فكره. لازم تردي عليه بالتحدي. بقى الكارد ده. ايوه. فري ستايل اهو، محترف اهو. اللهم صل على النبي. احنا فين على مين يا اخويا؟ شيل الكوبايات وشيل. لا لا لا، دي نهايه الديكور، دي نهايه الديكور. ثبت ايدي جامد؟ جامد. الحق. جامد. اوبا. لا 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 لا، ده اكتر من شغل عادي، شغل عادي بس كده، مفيش حاجه ثانيه. طب حبه صفطائي، جربي صفطائي معانا تاخدي فكره. لا
يا اخي الحاجات دي لما الواحد بيتفرج عليها تبدو من بعيد وكانها ايه سهله ممكن تتعمل، لكن تيجي تجرب ده مجرد بس ان انا امسك القلم والكوره بتلف حواليه ايه ده. دي حقيقه، بس هي الفكره كلها زي ما قلت لحضرتك، هي فعلا انا كنت نفس رايي في الاول، كنت بشوف الناس بتعمل حركات غريبه على اليوتيوب بقول الناس دي اكيد الناس دي يعني ده اكيد فيديوهات متركبه، ده مش حقيقي. يعني انا زمان كنت بقول عليها حركات كوره، فلما كنت اشوف رونالدو اقول اصدق رونالدو تمام بيعمل بعض الحركات الفريستايل، لكن لما اشوف فريستايل بروفيشنال اقول لا ده مش حقيقي، مستحيل حد يعمل كده. بس هي الفكره ان انت ان انا نزلت اجرب مع نفسي وفهمت فعلا اللي هي اي حاجه ما فيش اي حاجه صعبه في الماتشات، لو اي وخصوصا في المباريات العالميه يعني والفرق الاجنبيه، لما حد من اللعيبه يحب يعمل لون ويعمل حركتين فريستايل من اللي احنا شفناهم دول في الملعب الدنيا كلها بتقوم عليه، وفي لعيبه يعني بيعتقدوا او مش بيعتقدوا بياخدوا انطباع ان هو كده بيسخر منهم او بيتريق عليهم. دي حقيقه، ده كمان فريستايل دلوقتي كمان اصبح اللي هو ممكن مثلا في كاس العالم ممكن يجيبوا فريستايل يعمل شو قبل المباراه، فريستايل بروفيشنال قبل المباراه يعمل شو للجمهور كله. بس هي الفكره كمان الفريستايل لو انت لاعب كوره وبتلعب فريستايل تمام بيساعدك اكتر على الكنترول في الملعب والسيطره بالكوره والتحكم بالكوره اكتر، زي رونالدو انت طبعا بتشوف رونالدو بيستلم ازاي، ده بكعب رجله وكل حاجه، ده ظاهره كونيه يا استاذ، ده مش انسان، ده ظاهره كونيه بالمعنى الحرفي. فهو عنده حته التحكم دي لانه اساسا عنده خارج الملعب عنده بعض السكيل فريستايل فوتبول. انت من نظرتك طبعا بالخبره اللي عندك تقدر من اي لاعب وجهه نظرك يعني تقدر تحدد اذا كان فعلا عنده الموهبه دي او لا؟ هو بيبان السيطره بالكوره كمان، يعني هو لمسته بالكوره بتبان. طب مين مثلا من الفريق بتاعنا في الاهلي؟ من الفريق بتاعنا مثلا طبعا مش هقول محمد هاني عشان شبه. طيب ايوه على فكره صحيح، ايوه انا والله ما تعرف ليه اقول مش هقول محمد هاني جدا على فكره. رمضان صبحي بالنسبه رمضان صبحي هو دلوقتي ما بيلعبش في الاهلي، بس انا بالنسبه لي لمسته كانت اه فاكر رمضان لما وقف على الوقفه الشهيره بتاعته على الكوره ساعتها الميديا اتقلبت. طبعا طب انت ما فكرتش ان انت طالما عددكم انت بتقولي في مصر انتوا 11 واحد بس تمام صح كده؟ صح. طب ما معنى كده ان في مساحه كبيره جدا لان انت تنور وان انت المهارات اللي عندك دي تتبروز، وممكن جدا لو احسنت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ممكن الموضوع يوصل معاك للعالميه، وممكن رجوعا لنقطه التحديات اللي كنا بنتكلم فيها ممكن يشوفك في تحدي عالمي مع حد عالمي برضو في مساله الفريق. هي دي الفكره اللي انا بلعب عليها، ما انت برضو انت بتلعب رياضه لسه ما لهاش اتحاد، ليها اتحاد في دول تانية بس انت عندك هنا ملاش اتحاد، ليها اتحاد بره اسمه وفد، لكن الفكره دلوقتي ان انا بلعب على حته الانتشار، ما هي الرياضه لو انتشرت هيبقى ليها اتحاد تمام؟ بلعب على الحته اللي انا مثلا ابتدات ان انا ادرب ناس في عالم الرياضه في نوادي كتير اللي انا ادربهم فري ستايل فوتبول واخلي اللعبه تنتشر بشكل عدد، هي حتى لو منتشره على الميديا فهم اللي منتشر على الميديا بشكل الناس بتتفرج عليك بس مش بيلعبوا اللعبه. طبعا. طب ممكن حد من جمهورنا على الاهلي تعرف التواصل دايما بعد البرنامج يبقى عالي جدا، ممكن حد يكون بيسال لسه ما شفتش والله بس انا متخيله مثلا حد من جمهور الاهلي اللي احنا دايما بنحاول برضو نجاوب على كل اسئلتهم يقول لك طب انا انترستد او انا حابب ان انا مثلا اتمرن، يوصل لك ازاي يعمل ايه؟ بص هتوصل على الفيسبوك هتلاقي حاجه اسمه باسم عجيبه او عجيبه فريستايل او الجروب الخاص بتاعنا على الفيسبوك اسمه ايجيبشن فريستايل، انت لو دخلت بس قلت انا حابب العب اللعبه احنا هنقول لك على مواعيد الميتنج اللي احنا بنعملها وعلى مواعيد الايفنت ومواعيد التمرين وتنزل معانا وهتلاقي الموضوع سهل، هي كل الحكايه شويه صبر بس. طب على الصعيد الشخصي بقى انا عارف انت بتقول لنا انت في سنه رابعه في الكليه مظبوط؟ الفريستايل عامل شغل في الجامعه يعني بيكون فيه في قعده المدربين. بص انا من ساعه دلوقتي سؤال كويس ايه رايك فيه؟ لا هو من ساعه الجامعه من ساعه ما دخلت ما فيش سنه ما عملتش فيها حفل اكيد يعني كل سنه. خلي بالك بالذات دايما جميلات الدفعه لما يكون في حد عنده مهارات استثنائيه او العميد مثلا بتاع الكليه فرحان بيك. باسم يعني انا قبل ما اشكرك حقيقه عايزه بس كده اعرف منك انت قدام يعني ايه توقعاتك الخطوات اللي انا هعملها قدام ان شاء الله بالزبط. الخطوات اللي انا مركز عليها جدا كمان ليا انا كنفسي انا اللي انا العب باسم مصر واللعبه دي تكون ليها اتحاد، غير اللي انا كرمت من وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي قبل كده تمام في حفله، فانا بسعى جدا ليه يكون ليها هنا اتحاد في مصر زي اي لعبه. هي على فكره يعني هي فري ستايل فوتبول وكره القدم عامله بالظبط زي السباحه والباليه المائي، السباحه نفس ووقت وتمرين، اما الباليه المائي معتمد على الاستعراض. صحيح. هي كرة القدم برضو نفس وتمرين، لكن الفريستايل استعراض برضو شغل. طبعا احنا بنتمنى لك كل التوفيق وكل الحظ السعيد في اللي جاي من مشوارك المهني باذن الله. نورت الدنيا باسم عجيبه لاعب الفريستايل المصري، اهلا بيك دايما. شكرا ليك يا باسم. شكرا ليك. طيب احنا هنروح لفاصل، بس في الفاصل هنتابع التقرير ده عن هوايه بقى ثانيه هي رياضه وممارسه الدراجات، خلينا نروح نشوف.
رياضة الدراجات كيف بدأت ولماذا تحظى بكل الأهمية حول العالم؟ لعل رياضة ركوب الدراجات من أهم وأبرز الرياضات السهلة التي يحرص الناس أو الرياضيون دائما على الاهتمام بها نظرا لما تملكه من مميزات، أهمها تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على لياقة الجسم بشكل مستمر. وكثيرا ما نجد رؤساء وملوك العالم يعتادون ركوب الدراجات والتقاط الصور التذكارية أثناء ممارسة الرياضة من أجل إيصال رسالة لشعوبهم بضرورة الاهتمام بهذه الرياضة. تاريخيا بدأت رياضة ركوب الدراجات على يد الكونت دي سيفراك عام 1790، وكانت بسيطة جدا وتتكون من عارضة من الخشب تصل بين عجلتين، ولم يحدث بها أي تطور حتى عام 1818 عندما جاءت فكرة للبارون الألماني دريز دي ساوربرون، وهي فكرة العجلة الأمامية القائدة وتركيب مقود للدراجة. الثورة الكبرى في تطور الدراجة جاءت على يد حداد فرنسي يدعى بيير ميشو، والذي اخترع الدواسات وقام بتصنيع هذا الاختراع في عام 1861، وبعد بداية شاقة حتى أنتج 150 دراجة باع الواحدة منها ب 150 فرنكا ذهبا. ومنذ ذلك الوقت لم يتعدى الأمر إدخال تحسينات عليها، فاستبدلت العجلة الخشبية بأخرى حديدية، ثم بعد ذلك أصبح الإطار المعدني مجوفا بفضل جال تروفو، ثم مغلفا بالمطاط. وأقيمت أول مسابقة رياضية لسباق الدراجات في 31 من مايو عام 1868 في مدار من 1200 متر وبمشاركة 7 متسابقين. وأقيمت المسابقة في إحدى حدائق الضاحية الباريسية سان كلو، وفاز بالسباق البريطاني جيمس مور. وفي الوقت الراهن بمصر كان اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي برياضة الدراجات لافتا في أكثر من مناسبة، ثم تركيز وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على ذلك كرسالة مهمة للجيل القادم بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية. وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تسليم الدراجات التي تدعمها الوزارة ضمن مبادرة بعنوان دراجتك صحتك إلى المواطنين بمركز شباب الجزيرة، حيث يتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من المبادرة التي تتبناها وزارة الرياضة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتهدف مبادرة دراجتك صحتك إلى تحسين اللياقة البدنية والصحية للمواطنين من خلال استخدام الدراجات كرياضة ووسيلة انتقال.